السلام عليكم، اش اخباركم اليوم؟ اليوم جاتنا واحد الخبر غزاله، خبر جات مؤدبه فنه، عرفتوا شكون الناموسه؟ هي كطير غيب شويه وكتعتذر، وخايفه خايفه وكتعتذر. عرفات بالله راه البارح صلقت وقالت واحد الكلام خطير عليها. عرفت بالله راه هذاك الخبر ماشي ديالها وما خصهاش تقوله، ولكن هي اعترفت وعرفت شكون. دابا قالت لك لا، هي ما كديرش البساله، ما كتعض، ما كتقرص، ما والو، ما كتلسع، ما كدير حتى حاجه، ما كتنتف، ما كتقول كلام خايب، ما كتدخل وتخرج في الهضره. مسكينه، غير داك الشيء ديال هذاك الصبع اللي نازل لتحت اللي قلتي عليه راه اكثر من هذاك الصبع اللي طالع للفوق، ورغم ذلك كتقولي يا مالين الخارج يا مالين الداخل. عيب عليك، الناس مخلطه، دوك مالين الصبع لتحت راه مخلطين برا والداخل، واللي الفوق مخلطين برا والداخل، هادوك غير باقين شادين وشاكين ان انتي كلامك صح وكيدعيو معاك. شتي هادوك اللي دايرين صبعهم الفوق غير تيدعيو معاك، تيدعيو معاك وتيتبتو داك الدعاء ديالك. عيب عليك، الله الا شفقت عليك. سكينة جالسة كتكلمي وكتهضري، تخيلتي ليا غير انتي شي مرا جالسة بعقلها وجايينها الخطاب في البنات وكتشاور عليهم وكتهضر عليهم وكتقول لهم هادو بناتي حادقات من المصبنات والمجفات والمخيطات والمتولات والقاريات الفاهمات المحصنات المأدبات المربيات. وانتي شنو؟ اجيو يا هادوك راني ما كندير شاي البساله، اجيو يا هادوك راني ما كندوز شاي فوق الزباله، اجيو يا هادوك راني ما كنعض حد، ما كنلسع حد. وفي الاخر ديال الكلام ايوا رانا عندي ما يتقال، وراني عندي راني غير حشمانه، راني غير حشمانه على قبل الواليد، حيت عزيز عليا. تكوي وتبخي، تكوي وتبخي، شدي لك واحد الطريق وسيري فيها نيشان، غتلقاي واحد البلاكه فيها دكتور نفسي. وسيري حبيبه، راه حتى واحد ما تيكرهك، راه انت اللي كتكرهي الناس. والغريب في الامر داكشي اللي فيك، اللي فيك كتنعتي به الناس وكتقولي انت ما فيكش. راه هنا فين كاين الحماق، هنا 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 هنا، ما نرشو 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 نرشو، ولكن حيت انت مصممه بالموضوع في راسك هذاك علاش ما غاديش تراجعي وما غاديش تعرفي الصواب. دابا شنو الحل؟ شنو الحل نويميسا؟ شنو الحل كبيدة؟ الحل هو تمشي كيف قلت لك، تلقاي واحد البلاكه، بقاي غير غادا حتى تلقاي ديك البلاكه فيها دكتور نفسي، راه ماشي عيب، دابا راه ولا على مود. ودخلي عنده قولي له بغيت نحكي لك كيف حكيتي لينا، احكي ليه، راكي كتعرفي تحكي. من طقطق السلام عليكم، ما كتفلتي حتى حاجه. واللي عجبني فيك اليوم انك تأدبتي وما ذكرتيش طاطا، ما ذكرتيهاش، ما جيتيش لجيتها، حتى لالك سميرة ذكرتيها غير من فوق الفوق، غير اللي فاهم، عارفين ما كتهضري على حتى واحد غير على هاد الجوج وبزاف على لالك سميرة، ولكن الموضوع اللي تكلمتي وطرقتي فيه وراوغتي ومشيتي وجيتي فهمتي بالله راه ما خصكش تبقاي تهضري عليها بزاف. لمحتي لينا، ما احنا تبارك الله احنا اذكياء، فهمنا كانك انت كتهضري عليهم وهما بجوج. ايوا تلهي شويه في داك السداري بكري شبه بني خبز المدينه، تلهي فيه شويه وتلهي في بنتك، خليها تمشي تتبع شي حاجه اللي تقراها، ماشي مشكل الا بقات في اليوتيوب. ها وسيري علميها كيفاش تجلس وكيفاش تهضر وكيفاش تلبس وكيفاش تخرج مع باها وكيفاش تحكي مع باها، ولكن ماشي مشكل الا باها قابل ليها الحركات اللي كدير والكلام اللي كتقول وبزاف ديال الحوايج، ما غاديش تبغي تعلم لك واخا تبغي تعلميها. وغير رجعي لراجلك، رجعي لموسى لراجلك، صافي راه كلشي عاقب لكم، راكم ما مطلقينش، بغيتو تطلعوا القناه ديالكم وبغيتو تطلعوا على ظهر سميره وقلتوا اجي نقولوا حنا مفارقين، باش هو يقول ليها تجي منه سميره ويقول لها طلعيني راني مخاصمه معاها، وانتي تقولي ليها طلعيني راه هو دار لي وانا طلقته، وبنتك تقول لها انت يا خالتي وهذا. لكن الخطه ما نجحتش، الخطه
ما نشحرش، لان سميره اكتشفتكم انكم كطعنوها في دارها وكتخرجوا تبيعوا الخبار ديالها. هكا هكا طالعين واكلين، خارجين واكلين، جالسين واكلين، ناعسين واكلين. الادسنس اللي كتهضري عليه حارقك غنتي، غنتي يا الحبيبه، حارقك وكاويك وبغيتي توصلي ليه وبغيتي تربحي منه وبغيتي تشديه، داكشي علاش كتهضري عليه. اما بعد القنوات وسميره على الاخص ما كتهضرش عليه ابدا. شوفيها كيف كتحط الدريره ديالها، باقا كتحطها لانها تالقت. حتى طاطاك بديعه اللي كتحط الدريره باقا كتحطها. شوفي الفرق بين الدره ديال البارح اللي خرجتي كتضحكي وكتقولي انا عرفت شكون، ماشي هي حطه ديال الدره ديال اليوم. حتى الحطه ديال اللبسه والتاويل ماشي هو ديال البارح، كنتي فرحانه قلتي غنهددهم. اليوم جيتي مهدده حالك بوحدك، اليوم جيتي كتشكي بوحدك، تطلبي العفو كتقولي راني ما خايفه من حتى واحد، وانت راكي كتفرفري من الداخل، كتفرفري كي كطيري كتلسعي كي كتفرفري من الداخل. واتقي الله ما حد باقي الحال، راه باقي عليك الحال، باقي بزاف. اتقي الله باش ربي يدير لك البركه في العقيل وفي الوليدات وفي داك السديدير يتكمد وتخيط ويتجمع وتحطي وتجلسي عليه وتعرفيش علاش جلستي، وتطوري بك دوك البنيات وداك الوليدات وتكوني مراه وقاده. فيك الصفات ديال المراه الحادقه والمراه يعني غير طمري، بنت فيك البارح ملي كنتي كتهددي. اما الا بقيتي على هاد الحال، على هاد الحال هذا، غادي تكوني مراه اللي باين فيها كتحط الفانيد في يديها وكتشربو. الله يشافينا ويعافينا. يوحشوم ملي كتحترمي الواليد، زيدي زيدي معاك واحد شويه احترمي الوالده، وما فيها باس الا احترمتي خوتك الرجال اللي هما رجال ديال بصح. واحترمي حتى ديك طاطا، احترميها واحترمي لالك سميره وديريها قدوه بين عينيك. تعلمي منها، تعلميش من الشمايت الشفاره السعايا. دابا نتيا باغا تسعاي وتعلمي الحوايج الخايبه الخاسره من المخاسر، ولكن طعنتي في اختك. هذيك هي الطريقه الوحيده اللي خصك تعلمي مزيان، خصك تطعني في اختك. يا حبيبه اتقي الله، اتقي الله. يلا خليتكم على خير، وتنقول لكم راه ما دخلتوش درتو لايك، حتى انا بحال ناموسة بغيت اللايك، ديروا اللايك قبل ما نبدا نبكي على الادسنس، واشتركوا اشتركوا اشتركوا عندنا ميتقلق.